صباح النور، كثيرين اللي بسأليكم كثير مع الصحة، أموركم بخير، سانك سانك، المورال مزيان، مبروك عواشركم، تعاوشوا وتعاودوا إن شاء الله الرحمن الرحيم. سيدنا عبد العيد الكبير قرب إن شاء الله، الله يجيبوا على خير والله يدوزوا بلا خير الأمة الإسلامية جماعية يا ربي. اليوم نهار جديد، فلوق جديد. اش غادي نقول لكم؟ ماشي فلوغ تاع انا، قلت فلوغ ماشي فلوغ، ماشي روتين، يعني ماشي يوميات. البارح انا كنت ندور في السوشيال ميديا في اليوتيوب وداكشي، عرفتي، واحد الحاجه اللي تيرات الانتباه ديالي ومرضاتني، والله تمرضات حق الله العظيم، تعصبت، خديت من خاطري بزاف، بقى فيا الحال. انا حتى خرجت في اليوتيوبر الكبير يوسف الزربالي، كيهضر على يسرى ستيل والاسره المغربيه وجوهر المكنسيه، يعني سعاد، اش غادي نقول لكم. وعاد شفت بان ملي تفرجت فيه هو وداك الشيء، عاد اكتشفت بان يسرى عيرت امها، ما عرفش هذا الشيء شنو هو، ما فهمتش هاد السوشيال ميديا، هاد يعني هاد الطمع اللي ولف بنادم حتى ولا كيشوه راسو بيدو. اش غادي نقول لك بنتي؟ عاد رجعت الفيديو ديالها تفرجت فيه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بنتي اش غادي نقول لك؟ ما هادي ما خصهاش، زعما الله يهديك والله يعفو عليك بنيتي، وداكشي راه ما مسلككش وما غاديش يسلكك في حياتك بنتي. وين دابا انت باقا صغيره، ولكن ان فغدا تكبري ودابا ملي خرجتي بحال ما كتعرف امك، واش انت باقا غادي؟ كما كنقول حنا مزيده يدك للحنه، واش شي واحد غير دابك غايقول بان هادي راه مسخوت الوالدين، مسخوت تما وامك، تما امك، تما امك، عاد ابوك راه ماشي، ما يتقبلهاش العقل، راه صراحه ما يتقبلهاش العقل، ما يتقبلهاش العقل. الله يرتبك بنتي، الله يرتبك. ولا كان شي واحد وراه هذا الشيء ما تسمحيش ليه، ولكن وعاي بنفسك بنتي واعتذري من امك، راه جمت تحت اقدام الامهات، وانتي يعني كديري عندك الفيديوهات، عندك المحتوى، عندك اللاج ديالتك، يعني تقدري بلا ما تدخلي لهاديك المشاكل ديال بين باك وبين ماك ومرت باك، خلي ليهم هذاك الشيء، خلي ليهم العالم ديالهم الخاص، دبر راسهم، يعوموا بحرهم. انتي شوفي بنتي المستقبل ديالك، شوفي انتي راسك، عيشي الانوثه ديالتك، عيشي البساطه ديالتك، عيشي وقتك. واحد النهار شحال عام عامين تقدري تجوجي، يجيك ولد الناس اللي غادي يقدرك. دابا انت هي ما شادي يقول بعد ما دارت الخير حتى فما عاد غديروا فيا انا، ولا غديروا في امي، ولا غديروا في، راه انت حنا مجتمع مغربي 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 مغربي، عرفت شنو هو المغربي؟ راه خصو يكون عندك الاصل، الا ما كانش عندك الاصل وما عندكش الاخلاق وما عندكش الجدر وما عندك حتى شي حاجه، راه حنا مغاربه بنيتي. الله يردبك، الله يردبك. وما سميتو كنشكر يوسف ولدي، يوسف الزروالي، حيت هو اللي عارف، هو اللي يعني كيتعمق، ماشي بحالنا حنا انا غير تفرجت وهزني خاطري وقلت غنخرج، واخا يقول لي بان ماشي سوقك ولا داكشي، ولكن علاش سوقنا كاملين خصنا نوقفوا هاد المهزله، هادي كنسميها مهزله، وعقوق الوالدين سيرتو الام. وبان مدام يوسف الزروالي كيشكر سعاد او عرفها، يعني عارفها، يعني بحث عليها مزيان، حيت هو تيبحث كيشوف مدام دخل في هذا الخط، والا هو على الصواب، وحنا خصنا كلنا نضامنوا صراحه نوقفوا هذه المهزله. انا ندوي، انت تدوي، والاخر يدوي، والاخر يدوي، يعني باش نوقفوا هذه المهزله. ها المثال بدا كيبان، درية صغيرة خرجت قالت لك انا بغيت ندير بوز، علاش؟ حيت انا حسيت دايره البوز. شنو هو هذا المثال؟
راه حنا دايرين الشوهه اخباركم اللي كيتفرج حنا العالم كامل. اشنو اش ولينا المراه المغربيه دايره؟ المراه المغربيه في الهاويه راه كاين باحترامات القنوات العديده اللي كدير محتوى زوين وكيشرف المراه المغربيه، ولكن الشوهه ولكن ما كيشوفوهاش الناس بزاف. بخلاف الشوهه كنشوف لي فيديو ديالهم طالعين بزاف. علاش؟ يعني كيتفرجوا فينا شهودنا، كيتفرجوا فينا المحتوى الخايب كيشوفوه الناس بزاف، والمحتوى الزوين كيشوفوه الناس، رغم ان كان قنوات عديده زوينه ما كتوصفش، والمحتوى ديالها زوين وتدخلي وتخرجي مستافده وتهزي ستيلو وتقيدي. ابنيتي رجعي لطوعك بما يفوت الاوان وبما تندمي والندم ما غينفعكش. ورغم بعد دابا تشوهتي بزاف، شوهتي بنتي الله يعفيك. واش امك ما تضربكش؟ علاش ما تضربكش؟ علاش ما كانش كتضربك؟ راه حنا كنربيوكم، راه كنربيوكم باش تكونوا، والام هي اللي كتخاف على بناتها اكثر. والله شي الام كتخاف، والكبده راه كبده صقعه، وراه ما يحس بها غير اللي مجربها. وراه الام هي اللي تبغي لك الخير، ماشي شي واحد اخر. راه شي واحد اخر غير رارين عيشه، راه يغروك وسميتو زيد على حساب الادسنس، ولكن جناف على شي حاجه اللي غتشوفك بنيتي. شوفي امك حيت بعقلها، ان فرضوا عليها شي حوايج قالت لا ما باغاش شوها وتصدات، وشوفي تبارك الله وسط عندي وجهها كي كينور. وبتحيه لسعاد اختي، وصراحه لي فيديو ديالها شتهم وجهها تينور، والانسان كيبان لك النور طالع في وجهه، والا لو فون ديالو كيبان، لو فون ديالو كيبان على وجهه. يعني هذا راه يعني بنادم راه زوين من الداخل، بخلاف شي وحدين تيكون لو فون ديالهم خايب. اون فوا تيكون في شي مجمع، ولا تيكون في فاسميتو في شي حوار ولا شي حاجه، كتشوف كتلقى وجهه زرق كيمساح قدام داك الجمع كيمساخ. عافاك بنتي والله يرضي عليك، راك انتي مثال كيتفرجوا فيك بناتنا، كيتفرجوا فيك وليداتنا، وسيرتو البنات الفقراء. بنات الفقراء مساكن اللي ما عندهمش يقولوا علاش ها هي عايرت امها وطلعت في الطوندونس، شوف شحال لي فيو عندها، وهي راه غير الشوهة. وها لي فيديو طالع بزاف ديال الشوهة كيطلعوا، وغيتفرجوا فيك بنيات، غيصدقوا تما معايا سميتو. شنو فين ولينا حنا؟ فين غاديين؟ رجعي بنتي، رجعي الله يعفو عليك بنتي، الله يعفو عليك، وطلبي السماحة من امك، وخرجي قدام الملأ وطلبي السماحة من امك، وسيري حدا امك وبوسي امك رجليها، وجلسي حداها راسها. راه واحد النهار ما كيعرف بنادم شكون لي السابقة، إلا خطات تقول يا ربي غير نرجع نشوف وحده يوم ونهضر معاها ونتحدث معاها. راه قال لك المثل اللي تيقول لك الناس الكبار، قال لك الا مات الام توسدي العتبه، ولا مات الاب توسدي الركبه. يعني امك تشدك وتبطبط عليك، تطبطب عليك وتعرف اشنو دار لك بنيتي. اما الاب والله ما يعقل عليك، والله ما يعقل عليك بنيتي. اكثر هي كان داك التحرض باش اللي في اودي 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 ما بغيتش ندخل في المتاهات وندخل يعني في الهجومات، داكشي ما داكشي خايب. و انا غير نصيحه ليا بنتي، نصيحه ليا لك كأم هزتها النفس وما بغيتكش بنتي تخرجي على راسك وتخرجي على مستقبلك. واحد النهار ما غيبقى حتى حاجه، ونتي باقا زيد القدام، باغا تجوجي، باغا تولدي، باغا تكونتاكتي مع الناس في المستوى، ونتي بنتي شنو خاصك؟ والو، زوينه، بنيه نقيه، يعني علاش عندك وعندك صنعتك؟ هاي مامتك خلات لك الصنعه في يدك، الصنعه قالك الا ما غنات كتزي وكتستر، خلات لك الصنعه في يدك،
الله يعلبو هاد الفلوس اللي غيعيشوك في الشوه و تيصنع عندك في يدك، نمشي نضرب فيها تمره وربي غيدير فيها البركه، والله حتى غينزل فيها البركه. ولكن فلوس الشوه والله بنيتك كتر ما تعرفين فين زادو وما كتعرفي الوقت اشنو كتجيب. الله يعفو عليك بنيتي والله يردك، هذه كنصيحه من عندي. وشكرا لجميع القنوات اللي خرجوا يعني خرجوا زيتهم النفس بحالي، انا زدتني النفس نكتب لكم حيت درني داك الشيء في خاطري، والله ضرني وحق الله العظيم كنهضر معكم صراحه بالنيات، ضرني في خاطري هذاك الشيء علاش دويت. والله درت لك الخير يا ربي، والله يهديك والله يردك قبل ما يفوت الفوت، وانت حاجه ما تنفعك بنيتي. وشكرا ليوسف الزروالي، وتحيه ليك ولدي، وزيد في النضال ديالك حيت انت دائما كتاخذ حق المظلومين، معروفه عليك هذه ميزه ربي يميزك بها، والله يرضي عليك والله ينورك وليدي، والله يستر امورك حتى تعطي المراه المغربيه حق ديالها، اذا كانت مظلومه كتعطيها الحق ديالها. الله يرضي عليك وليدي، وشكرا لجميع القنوات اللي خرجوا، والله يسر الامور للجميع، والله يهديك بنتي، رجعي لطوحك قبل ما يفوت الاوان، وتولي تبكي وتولي الضمير ديالك كيأنبك، حيت انتي باقا في سن ديال الطيش كما كنقول انا ديال الطيش، ولكن ما لقيتيش، لا لقيتي امك، امك كتقول لك من مصلحتك، ولكن انتي ما كتسمعيهاش، كتبان لك امك كحلة، إلا كانت من عند الله. راه ربي غيدير لها مخرج، وربي دائما ربي كيدير كي مورينا اش عطينا عقلنا، عطينا عقلنا باش كنميزو بين الحاجة الزوينة والحاجة الخايبة. ربي مورينا الطلقان و تيقول لك انت اختار اللي بغيتي، شدي فمك بنيتي، شدي في الشاد فك وخا الدور فكرة في مصلحتك، شدي بنتي فميتك، الله يرضي عليك والله يسر امورك. وتحيه لكل من هزته النفس وتدخل في هذا الموضوع، وخص كل شيء يتدخل، وخص المهاجمه، خص المهاجمه وخص كل شيء يتدخل، وما كرهناش يدخلوا الناس كبار في هذه القضيه ويوقفوا هذا الشيء، حيت راه حيت وليداتنا كاملين كيشوفوا القنوات السوشيال ميديا، راه الدراري كل شيء كيتفرج، كلشي وليدات تقابل صغيره كتبقى دابا غيتفرج، تلقاي بنت 12 عام كتفرج، بنت 10 سنين كتفرج، يكذب لك بالكاد، إلا ما كانتش عندها التليفون كتهز التليفون ديال مها ولا ديال باها ولا ديال خوها، كتفرج فيه وكتشوف هداك الشيء. وما نطولش عليكم بزاف، أنا عذرني على خاطري وصافي ودويت، وكنتمنى ولو قليل أنا يعني أنا نهز يعني تشوفني شي وحده وتا هي تهزها النفس وتنط تخرج بفيديو اخر، وزيد 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 هكذا دواليك حتى تعم هذا الهجوم، يعم عليهم صافي وقفوا هذه المساله، راح وليداتنا كاملين في خطر. يا ربي تكون معنا ويا ربي تيسر الامور، ونوضي هزي بنتي وقفه وقولي الى اين اسير انا، الى اين اسير انا، وقفي مع راسك وحطي داك الشيء وشوفي بعقلك، قولي الى اين اسير انا، الى اين اسير انا، فين انا غاده، وغتوصل الحل باذن الله بنتي. والله يرضي عليك والله يرضي عليك، رجعي بنيتي. وكنتمنى ابنياتي نكون فدتكم، انا غير هزتني النفس وهدرت، وكنفدتكم بهذا الموضوع اللي ما يكونش نطالع عليه حيت راه اش غنقول لكم، راه كيدور في الخاطر هادشي كيدور في الخاطر. وكنتمنى نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم، وما تحافيونيش على هاد الخروج، حيت غير بغيت حتى انا درني خاطري، وبغيت انا حتى انا عندي وليدات، ما نبغيش هادشي يكون صراحه. والى فيديو قادم ان شاء الله، لا جيم وبارطاج، كنحماق عليكم بنياتي، وكنقول لكم عاوتاني وليداتي وخوتي وخواتاتي، عيد مبارك سعيد وعواشر مبروكه، والى الملتقى بحول الله ان شاء الله. يا ربي تيسر الامور، تيسر امورنا كاملين يا ربي، وتبعد منا شر الخلق يا ربي.